مساء الخير عليكم، وحشتونا من الحلقة اللي فاتت. يا رب نكون خفاف عليكم. معاكم هند جلالة، هنكون معاكم بكل جديد مع دكتور نيفين أبو شالة عالمة الفلك. مستني اتصالاتكم على الأرقام الموجودة على الشاشة وكمان على اللايف الفيسبوك وعلى صفحة قناة هي وصفحة عالم الأبراج. النهاردة هنتكلم معاكم مع دكتور نيفين عن الخريطة الفلكية وعن تنبؤات هتقولها لنا النهاردة. نرحب بدكتور نيفين. أهلا وسهلا حبيبتي. أهلا. هنتكلم على ايه الاول؟ على الخريطه. اول شيء نحكي على الخريطه الفلكيه. نحن مرينا بشهر 8 و9 كان اصعب، وشهر العشرة كمان فيه اصعب، لانه عنا الكواكب تاثيراته هو كوكب المريخ في السرطان، والميزان الشمس في الميزان، والعقرب الزهره، وكوكب الزحال في الحوت، وكوكب عطارد في العذراء. بدنا نتوجه مشاكل كتير في طاقات سلبيه وكسوف مع العطارد والمريخ، عنف، بيصير عنا عنف يزداد على منى، الزلزال والمياه والعصاير. وبلوتو كمان بيبشر بتقدم يوم 11 في برج الدلو، بيضل مدة 23 سنة. بلوتو رجع بقى هلا، بده يقعد بالدلو 23 سنة. 23 سنة؟ طب ده بيأثر علينا بقى في حاجات حلوة ولا وحشة؟ لا، بلوتو بالعكس ما بيأثر علينا، بيأثر يعني على ما بيأثر على الأبراج النارية، بيأثر أكثر شيء على الأبراج الهوائية. الهوائية. وعنا عطارد والكوكب الزهرة كمان بيوجه، يعني هذا الشهر من 2/10 لغاية 6/10 الأمور حتبقى صعبة جدا. يعني بدنا نمر بشيء صعب، ولازم نحن ناخد بالنا ونصلي ونقرأ قرآن، لأنه بصي العالم العربي الأيام الجاية حنشوف حاجات صعبة جدا. بعدين عندك الأمريكا الجنوبية، الأمريكا الجنوبية حيصير فيها مشاكل كتير، وفي بنوكي فيها خسارات كتير في أمريكا دلوقتي. والتنبؤات اللي بدنا نقولهم، أول شيء الذهب صار له فترة، إذا بتتذكري نحن بشهر 8 قلنا أن الذهب بده ينزل، صار له يومين عم بينزل 50. أنا شايفة أني إن شاء الله بإذن الله شهر، يعني قبل آخر سنة الذهب بده يصير ب 1500 جنيه. دي تنبؤات دكتور نيفين. الذهب هينزل على شهر 12 باذن الله. عندنا لاعب مريض اسمه مأمون زكريا. هذا اللاعب كان تعبان كتير، وكان عيلته قلقانه عليه، بس رب العالمين حيشفيه. وانا بشوفه اني برجع بنزل في اللعب بشهر 11 باذن الله. يا دكتور معنا تليفون، ناخد نوره. معنا هاتي القلم. الو. أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله يا نوره، اتفضلي. الحمد لله. عايزه اسال، انا 27/7. 27/7 وجوزي 23/6. وجوزها 23/6. ايه سؤالك يا نوره؟ على الظروف الماديه، وانا كنت شغاله وعايزه اعرف لو نزلت الشغل هرتاح فيه ولا لا، وعايزه اعرف في تغيير مكان ولا لا. هي بتسال يا دكتور في تغيير مكان ولا لا، وهي كانت شغاله وقعدت وعايز تنزل دلوقتي شغل، فلو لو نزلت هترتاح ولا لا؟ نور. طيب مساء الخير يا نوره. دكتور يا نوره. مساء النور يا دكتور. بدي اسالك سؤال اذا سمحتي، انت قدمتي على شغل جديد؟ لا، انا كنت شغاله، يعني بنزل في الايام المدارس وبقعد في ايام الاجازه. طيب سؤالك عايز اعرف. سؤالك عايز اعرف. هي سؤالها؟ انا لو نزلت يعني هبقى مرتاحه ولا هرجع اتعب؟ عشان انا السنه اللي فاتت كنت شغاله وتعبت من الشغل. لا، انت شوي كان عندك بالشغل شويه مشاكل يا نوره. صح. فاخذتي قرار، سريع، قعدتي في البيت. أيوة دلوقتي فعلا. عايزه ترجعي صح؟ طيب المكان حترجعي فيه بده يصير شوي في شويه مشاكل، في اشخاص بيغاروا منك او بيتضايقوا منك عشان انت شاطره في شغلك. تمام. احوالك الماديه حتتحسن، وعندك نقله جديده، انت حابه تنقلي على بيت جديد او على؟ ايوه انا نفسي يا دكتور. لا، حتنقلي بس مش دلوقتي. نوره، انت حتنقلي على بيت جديد بس مش دلوقتي، يعني اصبري لاخر 11 او بدايه 12. في
في نفس السنة يعني. بس اسألك سؤال، اتفضل. بالنسبة لزوجك عنده اكتئاب، ايه بقى؟ مكتئب وزعلان، عنده شوي ظروف صعبة، ايه هي؟ عشان بسبب دكتورة المكان اللي احنا قاعدين فيه، انا مش حاب اقعد في المنطقة ومش عاجبني يعني. فانا لما بيشوفني متضايق بسبب كده. هي متضايقة عشانها، عشان هي قاعدة في منطقة هي مش مرتاحة لها. لا ان شاء الله، هو لما بيلاقيها زعلانه بيتضايق عشان زعلها. لا يعني ان شاء الله باذن الله، بس ما تزعلي، لا تورجي زعل يعني، حاولي اني ما تظهري له الزعل. وانتوا ما شاء الله اتنيناتكم متفقين، وانتي ست كويسه قوي قوي قوي. ميرسي على اتصالك يا نوره. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا امل. بس منوره الدنيا، ربنا يخليكي، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتوره لو سمحتي؟ الدكتور معاكي، اتفضلي. ماشي يا حبيبتي، ازي حضرتك يا دكتوره؟ منوره الدنيا يا حبيبتي. الله يسلمك، اهلا وسهلا فيكي حبيبتي. حضرتك طيب. اهلا اهلا، طيبه. الله يخليك. انا امال 22/12. امال 22/12، ويرضى عليك ربنا. اسم امال، تطمنين على احمد ابني 13 واحد. طب بصي بصي يا امال، قلبي مشغول عليه خالص، وكل ماشي. امال ضيقه، امال بقولك ايه، ثانيه امال، هي تقول لك الاول عليكي وبعد كده قولي على ابنك. هي طيب بتحلفك بالنبي ان انت تطمنيها على ابنها. طيب ماشي، قولي بقى انت الاول. انا 22/12. 22/12، ايه سؤالك؟ عايزه على الصحه، وعايزه عن الصحه. انت عندك شويه الدنيا متلخبطه معايا خالص. انت الدنيا متلخبطه يا دكتور معايا، يعني مش عايزه اقول لك يعني. يا امل اذا سمحتي اسمعيني شوي، اذا بتأمري بعد اذنك. معلش يا امل، انت عندك صلك مشاكل 5 أشهر او 6 أشهر. انا مشاكل بصي من سنين، يعني من قبل ما الحاج يتوفى رحمه الله عليه، وهو مشاكل بس انا لسه اطمن على ابني. طب ما تعيطيش، اهدي ما تعيطيش يا امال، اهدي وهي هتقولك على ابنك. انا هطمنك. قولي لي ابنك عمره كام؟ قولي التاريخ بتاع ابنك يا امال. عمره كام ابنك؟ امال. التاريخ كام؟ اسمي امال. امال، يا حبيبتي انا عارفه. قولي التاريخ. ابنك عمره كام؟ ابن احمد 13/1، وانا 22/12. 13/1، طيب. ابنها احمد برج الجدي. ايه السؤال عايز تسالي؟ هل هو ماذي حد ازيل؟ ان طيب كل ما نتقدم لاي حد الباب مقفول مقفول. هل هو عنده سفر ربنا هيفتح له الرزق؟ طيب انا هقول لها. هل هو عنده جواز يعني هيخطب؟ ماشي ولا في ماشي حد عايزه بس في حد اذيه ولا؟ هقول لها سؤال وهي هترد عليكي. بصي يا دكتور، هي بتقول لك هو كل ما يروح يتقدم لحد الموضوع بيقف، فهي عايزه تعرف بس، وسفر في سفر ولا لا، وعايز تعرف حد اذيه، لان هي الدنيا مقفله معاه جامد قوي. طيب ممكن اسالك سؤال، اذا بيشتغل ايه دلوقتي؟ ابني احمد هو في موظف في النقل البري. هو موظف في النقل البري، في هيئة النقل البري. طيب يا امل، هو عنده ايه صدمه في حياته؟ انصدم من ايه؟ في عنده صدمه، عنده صدمه في حياته. هو ما تعرفوش، دايما زهقان، وكل ما يبقى عنده ميل ان احنا نروح نتقدم لحد، ما فيش، نبقى رايحين وبنتقدم والدنيا كويسه خالص، والدنيا كلها تقفل بعد كده، معرفش في ايه. يعني بعد ما بيروح الدنيا بتتقفل، يعني بعد ما تكون الدنيا ماشيه معاهم حلوه قوي، بيروحوا الدنيا بتتقفل وبتقفل. لا بس انا سؤالي يا امال، هو مصدوم من ايه؟ هو انصدم في حياته، عنده مشكله في حياته قديمه. من يوم ما والده توفى. من يوم ما توفى والده؟ يعني عنده صدمه. بصي بقى له حوالي سنتين دلوقتي. بصي هو ما عندوش اي حاجه، بس انا اقول لك الخطه اللي هو هيرتاح فيها نفسيا، السفر. هو هيسافر باذن الله، وهو بيحب يقعد لوحده وما بينامش بالليل، على طول تفكير. لا وعنده قلق، شو تفكير وعنده قلق كتير، بس الدنيا هتمشي معاه. حاولي. عنده خوف من الدنيا. عنده هو مسود الدنيا بطريقته، بيخاف من بكره، بيخاف بعد ساعتين، بيخاف بعد 3 ساعات، لانه هي المشكله اللي توفى ابوه سببت له حاله نفسيه. انا بقول ان شاء الله هيسافر ويصير خير. اذا سمحتي انا عايزه اطلب منك طلب، يوميا اول ما بتصحي الصبح حطي سوره البقره، وحاولي يصلي شوي، لانه الصلاه بتعطي نوع من الراحه ومن الامان. اذا صلى هيبتعد عن الخوف والقلق، وما تخافيش عليه، ان شاء الله هتشوف جاي ايام كتير حلوه
اهلا وسهلا فيك يا امل. ميرسي على اتصالك يا امال، ربنا يحفظه لك ويخليه لك يا رب. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك عامله ايه يا قلبي؟ الحمد لله الحمد لله. ربنا يسعدك يا بنتي ويبارك لك يا رب في حياتنا. ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ اهلا وسهلا حبيبتي، اتفضلي. ربنا يبارك لك. انا 18 اتفضلي يا ام محمد، قولي السؤال. ايه؟ 18/7/64. 18/7/64. ايه السؤال يا ام محمد؟ وبنتي 31. الصوت الصوت. طب قولي عليكي، يعني قولي التاريخ بتاعك وبعد كده تقولي بنتك. عشان ماشي يا قلبي. ماشي ماشي قولي انت ايه السؤال بتاعك. انا نفسيتي تعبانه شويه. هنا تعبانه، عندك مشاكل صحيه واجرك عم توجعك يا ام محمد، عندك اجريكي شوي فيها تعب اصلا. انت عندك شيء بيخصك في البيت، عندك مشاكل كتير وزعلانه، كاني حدا زعلك او قال لك كلام زعلتي قوي. ابنها بتقولي. ابني ما بيكلمني. ابنها ما بيكلمهاش يا دكتور. طيب معلش يا ام محمد، ربنا يهديه يا رب يا قلبي يا رب. وبنتك اتفضلي قولي التاريخ بتاع بنتك. بنتي 31/5 وليا بنتي تاني ظروفها تعبانه قوي. 6/6 يا دكتوره. 31/5 والثانيه عندها بنتين. ماشي قولي الثانيه ايه. الثانيه امل 6/6. امل 6/6. هما مرتبطين ولا معاكي لسه في البيت؟ لا متجوزين. متجوزين. ليالي 31/5 وامل 6/6. بصي اللي 31/7 31/5 صح؟ 31/5 ليالي. 31/5 ليالي. هي مش مبسوطة، عندها مشاكل شوي في حياتها. ايوه على طول كتير يا دكتور على طول. والتانية بنتك التانية اسمها أمل عندها اكتئاب شوي. دول التنتين مش مبسوطين. عندهم شوية خلافات بس الدنيا هتهدى معاهم يا ام محمد. وامل بسبب الخلفه يا دكتوره، بسبب عشان معاها بنات ما معاها صبيات. ماشي بس ربنا، البنات والله حلوين يا ام محمد، يعني كان بنات اوقات ما ينفعوا. العظيم حماتها اللي هي خانقاها في عيشتها. هي حماتها بتتخانق معاها عشان هي معاها بنات. ان شاء الله الله يبعث ربنا يرضيها يا رب. بس ديري بالك على نفسك يا ام محمد، اهم شيء صحتك. اهلا وسهلا فيكي. على اتصالك يا ام محمد. الو. الو. ايوه شيماء اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا اهلا شيماء، اهلا اتفضلي. انا 5/3. 5/3. عن الصحة الفوق. على طول تعبانة. ايوه تعبانة ومكتئبة. صلك سنة يا شيماء، صلك سنة، اتفضلي. وجوزي 9/1. وجوزها 9/1، الجدي. عايزه اسال، عندنا مشاكل وكده وفي مشكله قضائيه، عايزه اعرف هياخد فيها براءه ولا حكم. يعني عندكم مشكله قضائيه عايزه تعرفي هياخد فيها لجوزي حكم ولا براءه؟ هي الدكتور، الدكتور معاكي. طيب يا شيماء، ممكن اعرف ممكن اعرف القضيه ايه؟ قضيه ايه؟ جنايات. هي جنايات، هو مظلوم فيها يعني. ايوه ايوه مظلوم، اللي ظلمه يا اسمه محمد يا اسمه احمد. اسمه ايه؟ اللي ظلمه بتقول لك يا احمد محمد. يا محمد. لا احمد، ممكن محمد. تقول لك ممكن محمد. لا ماشي. بصي القضيه لو تاجلت ما تخافي يا شيماء. نعم. القضيه عم تتاجل. بتقول لك لو تاجلت يعني يا شيماء ما تقلقيش ما تخافيش. ماشي اخرتها يعني ان شاء الله ياخد اخرها يا دكتور. بتقول لك لا إيه؟ بصي كل ما تاجلت في خير ان شاء الله، في خير باذن الله. ما تخافيش يعني ان شاء الله خير. بس هو الموضوع، الموضوع القضيه الجنائيه هو موضوع عمل ولا فلوس؟ موضوع ايه القضيه تابعه لعمله ولا موضوع فلوس؟ لا بره عمله. يعني موضوع فلوس بره عمله خالص. هي بره عمل بتقول جنائي. هي ماشي ان شاء الله خير حبيبتي، ان شاء الله خير شيماء. اهلا وسهلا فيك. مرسي على اتصالك يا شيماء. الو. ماشي اوكي، ناخد كومنتات يا دكتور. اتفضلي. عبير بتسال عن الصحه 27/7 وهل في حج؟ الناس الايام دي بينا عايزين يحجوا وعمره، يا رب يكتبها لهم. هلا هي عندها شويه مشاكل صحيه. بس هي خايفه، في عندها شيء خوف، يعني خوف الصحه. بموضوع الحج ان شاء الله باذن الله. انا اعتقد دي ست صلى
سنتين بتقدم على الحج، بس السنة دي قدامها إن شاء الله بإذن الله. حسني بابا 15 ميزان، بيسأل عن الصحة والمال. وماما 7-1 للجدي، بيسألوا عن التوافق ما بينهم. يعني بابا بيسأل عن الصحة والمال. لا، التوافق بيناتهم بقدر بقول لك 77%. الصحة شوية عنده مشاكل صحة. موضوع المادي جاي ومادية حلوة بإذن الله. عنده الميزان دلوقتي ظروفه المادية هتتحسن قوي. أيوه. بس بده يكون حذر. ما الشمس عنده بقى. عمرو 23/12. عامر 23/12. 12. هل يكمل في الدراسة؟ لا، ما بحبش الدراسة. ما بيحبش الدراسة. شوقي 30/6. بيتي هيتباع امتى؟ 30/6. امتى؟ بيسأل بيته هيتباع امتى؟ اخر 12. اخر 12؟ يعني بين 12 بين 11 الله اعلم. لان صار له فترة حاطط البيت على البيت. ايوه، ما هو بقى له كتير. بسنت 15/4. بسنت الحمل مش مرتبطة وعايزة أعرف العاطفة والصحة. الحمل هيتجوز. نيفين بتقول هيتجوز السنة. لا، الخريطة الفلكية موجودة، الحمل في عنده ارتباط. الصحة عنده شوية مشاكل صحية. الحمل الفترة دي كتير لازم ينتبه. تعبان صحيا، تعبان فكريا، ظروفه المادية متحسنة مرة كده مرة كده. بس الحمل لازم ينتبه ولا يعصب ولا ياخد قرارات سريعة. لسه كنت أقول لك ليه بيبقى يعني معظم الحمل عصبيين أول فترة دي، عشان الأجواء الكواكب. أيوة. إيمان 19/8 ده الأسد، عايزة تعرف الارتباط والصحة والدراسة. بصي، إيمان مش قوي بتحب الدراسة. هي على فكرة ذكية جدا، مش قوي بتحب الدراسة. لازم تعمل شوية التزام. بالنسبة لصحتها ما عندها مشاكل صحية، لكن عندها اكتئاب. هالة 12/12. هالة 12/12. وجوزي 30/8 العذراء، عايزة تعرف كل حاجة، التوافق والمادة والصحة. اولا عندهم استقرار عائلي. كانوا فترة في شوية مشاكل، صار عندهم استقرار عائلي. بس في خوف واحد منه، في خوف يعني شوية. حد فيهم خايف؟ لا، في خوف شيء صحي. يا هو يا هي، يعني في حد فيهم مريض. وفي عندهم شوي مشاكل بخص العائلة، يا من طرف عيلته يا من طرف عيلته. بس في عندهم أمور كتير حلوة بإذن الله. أخويا 12/8 وخطيبته 14/9. أخويا 12/8 الأسد وخطيبته 14/9. بده يصير توافق بيناتهم العذراء والأسد. عايزة التوافق. مخطوبين دول ما؟ مخطوبين. وبتسأل عن العمل لأخوها، يعني هي بتسأل عن أخوها الخطيبته. هلا أخوها بالنسبة لشغله، هو مرتين غير شغله. في عنده فرصة الأخيرة إن شاء الله بده يكون خير عليه. لكن التوافق بيناتهم 66%. بقدر أقول لك في عندهم شوي خلاف، عندهم احتمال شوي. احتمال الله أعلم. أنا شايفة رقم 4 بعلم الأرقام، رقم 4. احتمال يكملوا، احتمال ما يكملوا، لا الله أعلم. هدير 20/6 الجوزاء، بتسأل عن العاطفة والصحة وهي متجوزة. هدير عندها شوية مشاكل، مو مشاكل حياة زوجية، مشاكل بيخص البيت، بيخص الأولاد. الله يعني عندها عدم استقرار يا دكتور. عدم أي عدم استقرار، بيخص شيء في البيت يعني. أوه. مش من راجل يعني. وعندها شوي مشاكل صحية. بصي، الجوزاء بس صار عنده مشاكل صحية بصير عنده اكتئابات بقى. وبعدين هدين ما عندهاش ثقة في حد.
يعني عندها ظروف مره بظروف كتير ماشي شكلها تقريبا في انفصال لا ما في هي ما هي مفكره في الانفصال لكن ما فيش لا ما فيش انفصال العقل الباطني بيتكلم انا 19 واحد الجد وخطيبتي 28 2 19 واحد وخطيبي هي انا 19 واحد وخطيبي 28 2 19 واحد الدلو الجدي اخر يوم في الجدي التوافق بيناتهم 70% والحوت هي بس هي لازم تنتبه شوي لانه بتزن كتير هو حاليا ظرفه صعب وانا بشوف لاخر سنه ان شاء الله ليخلصوا الشقه في موضوع في الشقه بس خلصت الشقه دي هترتاحي نفسيا باذن الله صفاء 30/10 شعري بيقع هيرجع ولا لا يا سلام السؤال ده مهم جدا يا دكتور لا بقى هي تروح على الدكتور انا مش دكتوره يعني انا انا قادر ادله حاجه هو يا دكتور متهيألي شعر لما بيقع لا صفاء مش شعره بيهر صفاء عندها مشكله في الجلد يمكن عندها حبايه هي سببت المشكله فالمفروض تراجع الطبيب دكتور دكتور جلدي ندى انا ميزان وجودي او احتمال عفوا ناقصه فيتامينات او احتمال في عندها مشاكل صحيه احيانا المشاكل الصحيه بتسبب هر الشعر واذا في ناقص في اسباب كتير يا دكتور واذا في ناقص فيتامينات في الجسم كمان بيهر الشعر او اذا عندها ضغوط حياتي نفسيه الشعر بيقع حسب النفسيه ندى انا ميزان وجوزي القوس التوافق ما بيننا هي ميزان ولا هو هي ميزان وجوزي القوس التوافق ما بيننا هلا التوافق بيناتهم 66% هي 66 هي هي الست كتير كويسه لكن هو متعب جدا هو متعب متعب جدا رجاء 23/6 رجاء 23/6 السرطان 6 سرطان بتسال عن العمل والصحه والارتباط بصي اولا هي عندها درامات انت عارفه السرطان دايما عنده درامات عندها شوي خلاف في الشغل بصي هي غيرت اول مره وتاني مره العمل اللي قاعده فيه حلو جدا بس هي عندها دراما ما بالنسبه للارتباط كان عندها مشكله عاطفيه متاكده كان عندها مشكله عاطفيه ببرج القوس بوسي برج الاسد بتسال عن الارتباط والدراسه الاسد عنده ارتباط لكن ارتباطها لاخر انا مش فاهمه بتسال سؤال بوسي الاسد على الدراسه والارتباط اذا عم تدرس ازاي بدها ترتبط وبعدين شكلها لا شكلها عمرها صغير صغنونه صغنونه مستعجله انتبهي على دراستك النبيل بتقول لك بوسي لدراستك الاول يا بوسي حنان 3/4 الحمل 3/4 الحمل بتسال عن العاطفه والحياه الماديه والصحيه حنان بصي من بعد 6/10 في عندها خبر كتير حلو والخبر ده حلو في موضوع المادي يعني في قدامها ظرف مادي كتير حلو عاطفيا عندها ارتباط بس انا شايف الارتباط اللي عندها اياه هترجع للشخص الاول الاولاني اسماء 26/9 بتسال عن الارتباط 26/9 الميزان عندها ارتباط بس لاخر سنه او دخول 2025 هناء 14/4 هناء مش مرتبطه وبسال عن الارتباط والمال والصحه والعمل عندها ارتباط والعمل اللي عندها بصي
الفترة دي جميع الأبراج النارية ما يعملوا أي عقد، ما يوقعوا على أي شيء من بعد شهر، من بعد 10/10. يعني أي برج حمل ينفين، حمل قوس والأسد، ما يعملوا أي برج ناري، أي برج ناري ما يعملوا أي عقد، يعني ما يوقعوا على أي عقد أو عقد، أو ما يتسرعوا من بعد 10/10. شهر 10 يعدي يمضوا يعملوا اللي هم عايزينه بقى. ماشي. بالنسبة لعملك عندها ارتباط إن شاء الله، بس عندها شوية مشاكل صحية. هلأ المشاكل الصحية من اللي الحمل على طول صاير هالفترة عنده مشاكل صحية حسب الكوكب اللي عم يمشي. يعني عنده تأثيرات من الكواكب، من الكواكب هي مأثرة عليه. ميادة 25/5 الارتباط ده الجوزاء. عندها إن شاء الله عندها خطبة، مش هتنخطب قريب يعني، ما هي بتسأل عن الارتباط، يعني أسبوع أو أسبوعين عندها خطبة ما شاء الله. طيب ربنا يوفقها. مريم 24/6 هي ميادة عندها حد عم ترسم عليه وخلصت الموضوع. مريم 24/6 24/6 السرطان، بتقول السرطان في خطوبة قريب. لا حاليا لا. لا لا، بس بعدين الله اعلم. منا 21/3 الارتباط ده الحمل. نعم يا منا هترتبطي. ايوه الحمل في ارتباط. سميره 6/8 الاسد. بسال عن الشغل. مقدمه شغل؟ لا يا كاتبه كده بس. لا اذا مقدمه على الشغل في، اما لسه ما قدمت ما فيش اي حاجه. اريج 18/11 بتسال عن الدراسه والارتباط. 18/11 عايزه ايه؟ بتسال العقرب، بتسال عن الارتباط والدراسه. يا اريج لسه صغيره انت. صغيره انت، انتبهي على دراستك. هدى 19/12 القوس. بصي القوس مر، بتسال القوس مر من 2017 لغايه يعني 23، بدخول 24 صارت ايامه حلو، لكن هو حاليا القوس بتسال على ايه؟ بتسال عن الارتباط وبتسال عن في حج او عمره والصحه والحاله النفسيه. لا تروح على العمره لانه هي صعب تتجوز. القوس كتير صعب ياخد قرار الزواج. ليه بقى يا دكتور؟ لانه هو بحب الحريه، بيحب الحريه، ما بحب القيود. حتى لو اتجوز بتحسيه فتره اختنق وساب وبنفصل بسرعه. والحاله النفسيه؟ الحاله النفسيه عندها مشاكل نفسيه قديمه، هي عندها مشكله بسنه 2017. هاي المشكله النفسيه السنوات كلها اخذت شيء من صحتها. من صحتها. لازم تنسى، مصدومه يعني عندها صدمه. عندها صدمه. يعني انت بتنصحيها دكتور ان هي تروح على العمره عشان ترتاح نفسيا. معلش يا دكتور. ماشي اوكي. معانا ضغط التليفونات. اتفضل. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ايه. انا اسمي ايه. اتفضلي حبيبتي قولي السؤال والبرج. انا تاريخ ميلادي 20/9 وزوجي 23/8. كنت بسال عن استني. طب ثواني، انت 20/9؟ ايوه. وزوجك الزوج كام؟ 23/8. 23/8. ايه السؤال بقى يا ايه؟ كنت بسال عن الحاله الماديه والسفر لزوج. الحاله الماديه وفي سفر لزوجها ولا لا؟ ليه زعلانه يا ايه؟ صوتك زعلان. لا مشاكل بس في العيشه. هلا بصي بالنسبه لزوجك عنده سفر ان شاء الله باذن. نعم؟ الله بتقول لك لزوجك عنده سفر. عنده سفر باذن الله. ايوه هو حضرتك مقدم على سفر، كان قدم مره وجرب تاني مره. هو كان مقدم مره يا دكتور ورجع يقدم مره تانية. ده يسافر. فاحنا مستنيين بصراحه المره التانية دي لان احنا خذلنا جدا. لا لا الدكتور بتبشرك بتقولك باذن لا الله. لا ان شاء الله بده يسافر يا ايه باذن الله. بس مين يعني عنده إن شاء مشاكل الله في سفر قريب. هي بتقول ان شاء الله باذن الله باذن الله. بس مين عنده شويه مشاكل صحيه، انت ولا هو؟
والله حضرتك احنا الاثنين. بتقول لك هما الاثنين. اثنين عندهم مشاكل صحيه. قري سوره البقره يا ايه وان شاء الله باذن الله هيسافر. اهلا وسهلا بس فيك. على سؤالك يا ايه. الو. ايوه. ايوه يا ربحه اتفضلي. ايوه بقول لك لو سمحتي انا جوزي 12/5 12/5 وعنده مشاكل في شغله كتير وجاي عليه ضغط وكده ومتضايق من الحياه عنده مشاكل في شغله وعنده ضغط جامد قوي في الحياه كده والماديات. هو مرتبط؟ ايوه ده جوزها. جوزها؟ وعنده عنده مشاكل صحيه ولا انت عندك مشاكل صحيه؟ والله هو مشاكله عامله لي مشاكل يعني. هي مشاكله عامله لها هي مشاكل بتاعه يعني مأثرة عليها في البيت وعليه ضغط فلوس وكده وعايز يقفل المحل وعايز لا. يسافر بره مصر وكده يعني. لا هو ان شاء الله بعد 4 أيام عنده مكسب مالي جايكم فلوس حلوه لكن هو عنده قلق وخوف. بس مين عنده في شخص بيحاربه؟ مين هو؟ هما اللي بيحاولوا بتوع الكهرباء. هما بتوع الكهرباء بيجيبوا له فلوس كتير قوي على المحل بتاعه. فواتير الكهرباء في الشهر 13,500. 13,000 بتقولك يعني؟ لا ان شاء الله هتسدديها. هتسدديها ان شاء الله حبيبه قلبي. ان شاء الله هتسدديها وديري بالك عليه شوي وامورتهم هتتحسن. اهلا وسهلا فيك. ميرسي على اتصالك. الصوت واطي. الو. الو الصوت. ايوه يا نوره اتفضلي. الو. الو. ايوه يا نوره اتفضلي. الدكتور معاكي اتفضلي قولي السؤال والبرج. انا نوره. سامعني؟ سامعاكي يا حبيبتي قولي. انا نوره 27/3/2000. 27/3/2000 الحمل. ايه سؤالك؟ محمد. وجوزك محمد؟ 8/9. 8/9. 92. 92. ايه السؤال يا نوره؟ هو عايز اسال عن الصحه والمال. الصحه؟ الصحه والمال. الصحه والمال. كان جات لي فرصه عمل قبل كده بس عشان انا كنت لسه متجوزه جديد فقلت له لا مش ينفع تسافر وتسيبنا. فهو وقف على كده فلحد دلوقتي جات له فرصه كذا فرصه ان هو يسافر. بس ما رضيش. فانا عايز اسال يعني في امل ان هو يسافر يعني؟ هي بتسال ان في سفر دي ولا لا؟ الشغل هو فيه او لا. هو بيشتغل ايه يا نوره؟ هو موظف في شركه بتاع خاص. هو اصلا هو بصي عنده مشاكل في الشغل مش مبسوط قوي. هو مش مبسوط خالص. بصي في عنده سفر بس مش دلوقتي يعني. اقدر اقول لك اخر 11 بدايه 12 بالخريطه الفلكيه عنده سفر بس مش دلوقتي يعني مو اليوم وبكره بعد بكره. بدك تصبري شوي ان شاء الله بده يسافر. انت عندك مشاكل ايه صحيه يا نوره؟ عندك اكتئاب؟ كتاب كبير قوي. معلش يا نوره. معلش يا نوره واقري سوره الضحى. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي على اتصالك يا نوره. الو. الو. ايوه اتفضلي. ايوه انا سمحت. انا مي. مي اتفضلي يا مي انا معاكي قولي السؤال والبرد. انا تاريخ ميلادي 1/7. 1/7. وجوزي 18/7. وجوزها 18/7. يا عيني يا عيني. وعايزه اطمن على الاثنين السرطان. انتوا كتير كويسين مع بعضكم على طول خلافات. اتفضلي. ايوه دي حقيقه. انت عندك دراما وهو عنده دراما. دي حقيقه. اتفضلي. عايزه ايه يا مي؟ كنت عايزه اسال بس على الوضع بتاع شغله هو عنده شغل اللي ما بيننا على طول. هو حاليا عنده مشاكل بتقول. هو حاليا عنده مشاكل في الشغل شويه. صار له فتره معينه مره بصير كويس في الشغل ومره مش. انا عايزه اسالك سؤال، هو غير شغله مرتين ولا مره؟ لا هو شغلته هي زي ما هي. ايه شغلته هي زي ما هي بتقولك. طب اشتغل ايه هو؟ حلاق. حمال حلاق. حلاق كوافير يعني؟ كوافير. طيب سؤالك ايه يا مي خانم بقى؟ انا كنت عايزه اطمن بس على اوضاعه واحنا هنبطل خلافات مع بعض امتى. بتقول لك اوضاعه الماديه وهي وهو هيبطلوا خلافات امتى؟ بصي اوضاعه الماديه ده تتحسن بس الخلاف بينك وبينه انت بدك تعملي شوي تنازل. هو صعب غامض كتوم منطوي. هتسمعيني؟ كنت برضه عايزه اطمن على اختي. ماشي قولي التاريخ. طب وهي اختها عايز تسال على اختها. 3/3. انت جوزك
جوزك اسمه محمد ولا احمد؟ لا عادل. عادل؟ عادل. طيب ابوه محمد ولا احمد؟ احمد. شفتي شلون؟ عادل احمد. شفتي حبيبه قلبي؟ اتفضلي قولي بقى تاريخ اختك. ميادة 3/3. ميادة 3/3. ميادة كويسة بس حزينة. هي مرتبطة؟ على طول. هي يعني بس مش بتتوفق في أي حاجة، مش عارفة ليه. مرتبطة مع ميادة؟ مش بتتوفق في أي خطوبة مرتبطة. يعني بس حزينة، حزينة كتير، حزينة على طول، حزينة وعندها مشاكل نفسية داخلية وما حدا عم بيقدر يفهم. يعني في مسألة إني ما في حدا عم بيفهمها، هي حساسة جدا. فاهمة؟ وعندها كمان عندها وجع في إجريها، صار لها فترة عندها وجع بإجريها. ديني بالك عليها يا ميادة. ماشي حاضر. أهلا وسهلا بك. ماشي على اتصالك. ألو؟ 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 أيوة يا نانسي اتفضلي. أيوة؟ أيوة يا نانسي أنا معاكي اتفضلي. لو سمعتي كنت عايزة أسأل عنها أنا وجوزي. ماشي قولي التاريخ بتاعك. أنا 8/11 وهو 3/2. 8/11 وهو 3/2؟ عندك مشاكل ايه مع السؤال يا نانسي؟ عندهم خلافات. عندهم خلافات. نانسي خلافك ايه معاه دلوقتي؟ الو مش معانا، يعني هو في بيت العيله يعني وكده. يعني انت عايشه؟ بس انا كنت عايزه اسال هو في سفر ليه يعني وكده. انت ساكنه مع العيله؟ ما هي مع العيله ما بتقولك عندك هي عايزه مشاكل. عندهم مشاكل، هي مش عايزه. طيب ماشي. عم تسالي اذا عنده سفر ولا لا؟ قدم سفر ولا لسه؟ لا لسه. لا يروح يقدم، الله بده يفتح عليه. اهلا وسهلا فيكي يا نانسي. في سفر يا نانسي. ماشي ناخد كومنتات يا دكتور. هلا 26/3. الصحة والعاطفة. هلا 26/3 الحمل. 26/3 اليوم كله حمل خير، مش عارفه في ايه. اتفضلي. بتقول لك بتسال عن العاطفه والصحه بس هي متجوزه يعني. بصي هاله عندها مشاكل صحيه مع زوجها. مع جوزها، مع زوجها. وحيطه بعقل الباطني. لا انا مش شايفه، مش هيسيبوا بعض. مش هيسيبوا بعض. هو عصبي، هي عصبيه. هو غامض وعامل لها شوية مشاكل. ربنا يديلهم الحال يا نيبو. ميادة 18/3 برج الحوت. عايزة أسأل عن الارتباط والشغل والصحة. الشغل ميادة بتتغير شغلها، بتروح على مكان حلو. أوضاعها الصحية عندها شوية مشاكل صحية، بس مش مشاكل. ميادة عندها مشكلة نفسية. عندها شيء نفسي، فالمفروض تحاول تطلع من الحالة دي، من الحالة النفسية اللي هي فيها. الارتباط عندها ارتباط، لكن الحالة النفسية بقى مشكلتها بالرقم 3. ان هي كان عندها علاقة والعلاقة انتهت. هي اللي مأثرة على نفسيتها اكيد. محمد 19/7. 19/7 وزوجتي السرطان. وزوجتي 9/9 العذراء. هل يوجد سحر او عمل؟ هو محمد عم بيسال، هو 19/7 هو 19/7 هو اللي عم بيسال على السحر ولا زوجته؟ هو اللي بيسال. وزوجته 9/9. اسمه وهم، ما عندهمش سحر. ما فيش سحر، وهم. بصي هن احيانا، بصي الانسان لما جسمه بتعب في خمول او تعب او خمول او شيء، حد عامل حاجه، حد عامل حاجه سحر. ايوه. الله خلق سوره البقره ليه؟ الانسان لازم يقرا على طول سوره البقره اول ما بيصحى. بتحصنه. ايوه بتحصنه من السحر ومن من الحسد، من كل حاجه. اما بالخريطه الفلكيه بيشتغلوا على الشهر العربي، يعني شهر العربي، هو شهر العربي بيشتغلوا عليه. يعني في اشياء تحصل سحر. بس مو اي شخص مش بكل. يعني في ناس بتبقى انت بتعرفيه، وناس يعني بيبقى يعني مش عندها. بيشتغلوا على الهلال وعلى القمر. وعلى القمر 15 يوم هلال و15 يوم القمر. ايوه في سحر، بس مو اي انسان بيشتغل سحر.
يعني اذا بتروحي عند الشيخ بيقول لك مثلا، بتقولي له انا عندي صداع بيقول لك عليكي كتابي، فبروح بيضحك عليها شغل التجاره، ممكن يعمل لها اي حاجه ويضحك عليها عشان ياخد فلوس. نحن الله خالقنا القران. صح. محمد السيد 17-1 الجد، نحن نعمل حلقة عن عين الحسد والسحر. ايوه لازم نعملها عشان كتير بيطلبوها يا دكتور مننا. محمد السيد 17-1 الجدي هينقل في بيت جديد. حمل عنده نقلة. سلمى 25-4 بس عايزة. النقلة هي ده تصير قبل اخر سنة يعني اخر 10 او بداية 11 او بداية 12. سلمى 25-4 شهر 4 عايزة أعرف 25-4 شهر 4 عايزة أعرف كل حاجة ماديا وعاطفيا. ما مرتبط ما؟ لا حيرتبط وماديا عنده تحسنات مادية. حنان 28 شهر 9 حنان 28 شهر 9 28 شهر 9 ميزان بتسأل عن الارتباط والصحة والسفر. هلأ في عندها سفر بس مش هترتبط هنا. محل ما تسافر في عندها ارتباط. ايوه. شهد 26-9 26-9 عايزة اعرف كل حاجة. هي ارتباط صحة. ان شاء الله عندها ارتباط باذن الله بس صغير. يعني مش كبيره. مش كبيره. عليا 27-8 27-8 بحلم احلام مخيفه في التراب وفي ال وان حد يعني احلام مش كويسه، فهل معمول لي سحر؟ لا بصي بقى هون موضوع تاني. احتمال حدا من عيلته بجوز جده او يعني حدا بالعيله بيشتغل بالسحر. بيشتغل بالشعوذه، بجوز هو اذي حدا. فالاذى جه فيها. الاذى جه فيها. تحط القران الكريم جنبها على طول وتشغل سوره البقره وهي نايمه. وتقرا سوره البقره مره على مره. الاحلام بتاعتها كلها وحشه. ماشي يا دكتور، ميرسي يا دكتور، الفقره كانت جميله معاكي. هنطلع فاصل ونرجع لكم، ما تروحوش في اي حته. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع الفقره الطبيه، بما اننا برنامج عالم الابراج وكلنا عارفين ان في ابراج بتموت في الاكل زي عينيها. دكتور صفا فتحي هتعرفنا ازاي نحافظ على صحتنا بطريقه امنه وصحيه ومصرحه من وزاره الصحه. نرحب بدكتور صفا. ازيك يا هنوده؟ الحمد لله، منوره الدنيا. انت منوره. انا لو عندي هند تجيلي كل يوم تقول لي خدي بالك على صحتك ابقى غلطان لو ما خدتش بالي. لازم اخد بالي على صحتي، وخصوصا بقى قمه من القمم اللي انت بتبقى موجوده. برنامج نيفين ابو شيلة. الهرم الرابع زي ما بيقولوا كده. بجد بيبقى يوم بالنسبه لي كانه سهر. حبيبتي كأنه يوم روعه. حبيبتي طبعا في خلال ما انا ببقى سعيده جدا وجالي طاقه ايجابيه قويه ان انا نازله النهارده معاكي في البرنامج، بيبقى جوايا عايزه اقدم لكل المشاهدين اقوى كبسوله، اقوى منتج. العرض انا لازم النهارده ابهرهم، لازم يعرفوا ان الحلقه مميزه جدا، ان العرض اللي هينزل فيها انت لو حظك حلو وسمعتها وفعلا تجاوبت واتصلت فانت اعرف ان انت واخد حاجه في الجون. فعلا ده اللي انا ببقى مستهدفاه من اول ما بعرف ان انا جايه مثلا يوم الخميس او انا هقابلك النهارده. فالبوكس اللي انا جايباه مسميه البوكس العالمي. العالمي. بوكس التوفير العالمي. ليه بقى سميناه كده؟ لان انا هوفر لك حاجات كتير جدا جدا النهارده. النهارده بقى مفيش داعي ان انا اقعد اقول لنفسي انا بطني كبيره، مفيش امل، البطن دي يا دكتوره، انا النهارده جايه اعمل صفقه معاكي قويه جدا، هكتب فيها كل اللي انت طالباه مني من خصومات، من عروض، من هدايا كتير جدا، ومنتج قوي جدا ويديكي فعاليه عاليه، وكمان هعمل كل ده في مده قليله في شهر. النهارده انا جايبه بوكس فيه 8 منتجات وكل منتج فيهم اهم حاجه الهدايا صوفي. ايوه الهدايا اعظم من اللي قبلي. فعلا النهارده انا دلوقتي خلاص بقيت عاشقه لطاقيه لخفه اللي انا دايما بقول عليها طاقيه لخفه، عباره عن بامب صغيره لسه برضو الناس اللي لسه بتتفرج عليه يعني ايه اللي انا بقوله ده. فايل كده يعني حقنه او مش حقنه، زجاجه صغيره معقمه سترايل، المفروض ان فيها 10 سم من
طاقيه لخفه عفروتو جواها. ايوه صح، عايزه اقول لك الناس يعني عاملين ضجه بسبب الحقنه دي، وتسمعي وتطلعي لان هي بتعمل مفعول جامد جدا وبتشتغل على الحرق يا صفا يعني. أيوة. وتحت القوام والبطن. أيوة. وبتديكي سعاده وتديكي طاقه تقولي انا ما كنتش عارفه امشي، انت بتعملي فيها، انت فيها ايه؟ ايوه انا جاي احكي لك بالراحه وهي فيها ايه. لو في دكاتره قاعدين بيتفرجوا معايا عارفين ال كارنيتين قد ايه مهم جدا لبناء العضلات وتساعد على الهيدروليسيس وذوبان الدهون. الكارنيتين موجود في الحقنه دي بتركيزات عاليه، موجود فيها ماده اسمها البي بي سي لازاله الدهون الموضعيه مباشره. موجود فيها مواد والياف حاجه اسمها ادينوسين ترايفوسفيت دي بتاعت الطاقه، تفضلي تشتغلي وتتحركي وتبقي موتور قوي جدا. ده على الرغم من ان انا بوعدك بنزول يتجاوز النص كيلو يوميا. يعني مش هتقولي لي هبطانه، مش هتقولي لي اه يعني انا تعبانه مش قادره اقوم اشوف الولاد، ده انا لازم اودي الحضانه البنت الصبح والمشوار بيهدني وبنام طول اليوم من قله الاكل. الكلام اللي انا بسمعه او اللي انا بحاول اتفاداه بالبوكس بتاعي النهارده، البوكس توفير العالمي اللي انا جايبه فيه كل حاجه، هيفاديكي من هبوط، هيفاديكي من ثبات الوزن، هينزلني 17 كيلو في الشهر. الله ده جميل قوي. وفي حاجات بقى انا من نفسي من الستات اللي بعاني منها، الدراعات. ايوه هي فعلا لما الجسم الوزن بيزيد الدراعات بتتقل، الدراعات بتزيد، الكتلات بتاعت الدهون يا صفا بتبقى متراكمه في الدراعات اكتر. تبوظ كل خططك لللبس. ايوه تخلص كل احتماليات ان انت تلاقي الدراع مرفوع، يعني ما تحسيش ان هو نازل. ستريت تلاقيه مرفوع، تلاقيها عملت تانيات في الظهر. أيوة. وتلاقي بقى صعوبه وكرشه في النفس، وتلاقي شكلك من واحده صغيره في سن العشرين الثلاثين تحولت السن بيكبر. ايوه جدا جدا الوزن يا صفا بيفرق في السن. عايزه اقول لك ان انا مع الكورس بتاع النهارده انا بلبس كل الالوان. أيوة. يعني ما بخافش بقى زي زمان والبس اسود والوان غامقه عشان الجسم ما يبانش. لا انا دلوقتي البس ابيض، البس اورانج، البس كل الالوان، وما عنديش نفس الخوف ولا قله الثقه اللي بشوف نفسي بيها. طب الناس اللي هتكلمني الطيبين الغلابه اللي هم دول الهدف بتاعي بصراحه، اللي وجع جسمهم هو اللي بيقول خسي. العض تقعد تقول لي بصراحه انا مش جايه عشان اعمل شكل ولا انا راضيه، انا عايزه اقوم، انا عايزه اخدم نفسي، انا عايزه اتحرك، انا مش بعرف انام. تعالي اتكلم معاكي بالعلم وبتقنيه حديثه، التكميم العشبي. هعمل لك عمليه تكميم كامله في بيتك، هصغر حجم المعده للابد، هخليكي تاكلي كميات صغيره مهما كانت سعراتها عاليه، هخلي حتى اللي انت بتاكليه ده بيتحرق، هخلي لو انت مريضه غده وعلى حته بسكوتيه الصبح تلاقي الدنيا كلها قفلت معاكي برضو على الميزان بتتحركي. لو طول الليل والنهار بتاكلي عسل وسكر ومسكرات بالليل، لان في نظام ماشي. هي في مشكلتين بيقابلوا اي حد يا صفا، اللي هو الشهيه المفتوحه العاليه والحرق الضعيف. تمام بالظبط، او البطيء بالظبط. فدول مشكلتين الكرسي بتاعكم بيحل المشكلتين دول. وفي حل جميل جدا، وفي حاجه تانية كمان، نقص الفيتامينات بيعمل ايه؟ شرع الاكل والنهم. ايوه صح، بنحله برده بالفيتامينات اللي موجوده. في مشكله ثالثه برده، ان انت بيبقى عندك الاثنين مع بعض. ايوه الشهيه مفتوحه جدا والحرق ضعيف جدا. وحش جدا. ايوه انت اكيل ومزازنجي وبتختار اكلات عاليه والسمنه لازم 3 معالق، وده طبيعتك، ها، ومش قادر تتناقش مع دماغك في انك هتستقبل اكل بالطعم اقل من ده. لازم يكون في حاجه تانية نار جوه تحرق كل ده. فالنهارده البوكس العالمي يتماشى حتى مع جميع اكلات العالم. يعني انا جات لي ناس من اليمن، وجالي ناس من بلجيكا، وناس اكلاتهم كلها اسماك، جالي مختلف ناس مختلفه جدا في اكلاتهم. ما بتكلمش معاهم على الاكل، انا بتكلم معاهم في حاجتين، حجم المعده لازم يقل، فشهيتك تبعيا للحجم هتتغير، والفاير اللي بيبقى موجود في جسمك من حرق. وتالت حاجه بقى طبعا الاضافه الجميله اللي بتبقى موجوده معايا في الكورس من الاعشاب، الديتوكس يا جماعه، تنظيف الجسم من الشوارد، من المضادات اكسده بضيفها في الجسم، فجسمك سمومه كلها بتخلص. سموم كتيره. ايوه كل فبيعمل لها عمليه تنقيه. تنقيه كل الفلاتر اللي ربنا خلقها لك، لو الكلى او الكبد او الغده الدرقيه او المعده او القولون، فلاترك الطبيعيه يحصل لها تنظيف جديد بقى كانك عملت عمره. فالنهارده البوكس بتاعي عليه عرض 70% خصم، 70% خصم لمده ساعتين. مكوناته والله العظيم تحلف لي تقول لي لو نزلتيني 8 كيلو انا كتر خير. ايوه الناس بس انا بحلف لك انا كمان والله العظيم هيتجاوز ال 15 كيلو ل 17 كيلو. وبثقه مع صعوبه الحاجات اللي انا بشوفها، انا لقيت اوزان فوق ال 180 وطلعت الميزان الاولى 7 كيلو وبيتفرجوا عليكي.
ولقيت ناس عندها غده درقيه وضغط وكمان التهابات في المناعه وعندهم ارتجاع في المريء وغير الاورام اللي موجوده على الركب. أيوة. خلطه جامده جدا. كل ده معناه ان نتيجه قوه الكرسي هتتاثر بالمشاكل دي كلها، بينزلوا بال17 وبال15 كيلو. ايوه. اذا فانا جايبه لك حاجه فائقه القوه، سعرها رهيب برضو، مخصم عليه 70% من ثمن الكبسوله بس اللي بتدفع، كل الحاجات اللي باقي ده كله هدايا. يعني يقدروا يلحقوا دلوقتي قبل ما الساعتين يخلصوا من الارقام بتاعتنا بتاعه الواتساب او عن طريق المكالمات او صفحتهم الرئيسيه، وهتكون معانا دلوقتي على الشاشه. الصفحه فيها ميزه قويه جدا، بنتكلم باريحيه، بنحكي فيها حالتي الصحيه وبكتب الوزن والطول واي مشكله خطره على بالي في مسج لطيفه، الدكتور بيقراها بيبعتها للاستشاري وبيحدد معاه اقوى كبسوله تكون مناسبه. عندنا اكتر من 47 نوع من البوكسات، وانا النهارده نازلك باقواهم. يعني النهارده في كلمه سر سحريه هتتقال، توفير العالمي. اقوى حاجه مزاجنا الاثنين ان هو كرسي يوفر ونجيب لك مواد فيه كتير جدا، بس هيطلبوا عشان العرض كبير على فكره. يعني النسبه اللي انتوا عاملينها النهارده متهيألي ما اتعملتش من اول ما نزلتوا معانا 70%. النهارده 70% لان البامب دي لوحدها بتكفيكي خمس حقن. والحقنه متوسط بيعها مثلا لو جبتيها من بره فوق ال 300-400 جنيه، فانا بديكي خمس حقن. ايوه 2 سنتي كل اسبوع، معانا شهر واسبوع حرق هديه. ده غير كمان الكريم الجبارة في الكورس كله يعني. بتعجبك؟ ايوه. جميله، صحابي جربوها بيشكروا فيها قوي. احلى حاجه تنامي تصحي تبقي راشد، تلاقي نفسك. ايوه هي بتشتغل كمان على الحزام الناري، يعني نحت للوسط. أيوة. فدي اكتر حاجه تشغل عليها بالظبط، اسهل حاجه الجسم بيخزن فيها هو فعلا البطن. أيوة. الاكل بيتحرك هنا، الدهون بتتحرك هنا، يركن على الكبد ويركن على المحيط بتاع البطن. كبرت جدا، اول حاجه الحقن بتشتغل عليها هدوب اللي انت عملته ده. الحاجات ترجع الجسم مرسوم زي ما كان. الحاجات العنيده بقى، الدراعات، الاسيا، الرجلين، برضو من مشقائق الميزوثيرابي اللي موجوده في الحقنه، بتتفتت وبتلاقي فيه نحت خطير في الاماكن العنيده. أيوة. عندنا الكبسوله بتكفيني لمده 30 يوم، عندنا البامب اللي جايه دي بتكفيني شهر واسبوع. كل اسبوع باخد 2 سنتي نص كوبايه ميه. طب الطعم وحشه يا دكتوره، طعم الدواء ولا حاجه؟ لا، طعمها ما فيش اي طعم. طب لونها باين؟ ما فيش اي لون. طب هتوجع لي معدتي؟ انا معدتي تعبانه متحسسه. لا ما تقلقيش، مالهاش اي اضرار كمان يا دكتور خالص. يعني الكورس كله ملهوش اي اضرار لاي مرض مزمن لجهاز الهضم. لجهاز الهضم. نتكلم على الاعشاب. الاعشاب انا بقول لك ده هي لازم تكون المشروب رسمي في حياتك كلها. أيوة. مش مده الكورس بس، طول الوقت تفكري في الكبد بتاعك تنشطيه ويبقى نظيف، طول الوقت تفكري في الكليه ما تبقاش فيها سموم او اي ترسبات الاملاح الرهيبه. اليوريك اسيد والاكزاليت اللي انا بقابل الناس في التحاليل موجوده وتقول لي المصريين كلها عندها املاح. لا مش مصريين، المصريين ناسين الميه والاعشاب الطبيعيه. صح. كانت تراديشنال وكانت عادات قديمه انتوا نسيتوها. رجعيها تاني. المشروب والعشبي ده مهم جدا 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 يوميا. ده غير بقى عجله الحرق اللي هي النقط اللي هتخليني بالليل والصبح، لو انا واحده بشتغل بالليل زي حالتي كده مثلا لحد الفجر، هروح اكل طقه. تمام، ومش هيهمني هي فيها ايه، فرخت اللي موجود واكلت. دي واحده تروح تحاسب نفسها تقول ده انا اكلت بالليل ونمت، مع الحقق مع النقط لا يمكن تفكري التفكير ده. هتاكلي اللقمه بتاعتك او هتاكلي اللي ظروفك غصب عنك حطيتك فيها. مضيف الطيران يا استاذه هند بتقابلني. أيوة. وجسمها رشيق جدا جدا، ولكن اليومها كله ليل من السفر مثلا، او حد عامل ليلي ونبطشيته بالليل، مش هصحي الصبح اقول له خد النقط وبالليل. ايوه صح. لازم تتعاملي وتتعايشي مع حياه اللي قدامك واللايف ستايل بتاعه. ولكن بمواد لازم تكون عشبيه، لا يوجد كيميائيات، تكون امنه على الجسم. ما تكونش تيجي نشوف قبل وبعد حالات. دمها خفيف، ست في منتهى النشاط، قويه جدا. عايزه اقول لك اني خفيفه من الستات المليانه الخفيفه. بتقول لي بعد ما خسيت انا عرفت ان انا ما كنتش خفيفه. الكلمه دي ضحكتني جدا، تقول لي. أيوة. انا كنت فاكره نفسي السمنه بتخلي الشخص تقيل، بيبقى تقيل، تقيله وما بيتحركش. ما كانتش فاكره نفسها تقيله. أيوة. بتقوم وتفرك وتشوف شغل البيت وتطلع وتنزل وتودي وتتحرك وتجيب الطلبات، واسبوعين تخرج بالترين ولا يعني 2 كيلو مشي، يعني واحده مش قاعده حلو. بتقول لي انا ما كنت فاكره نفسي خفيفه، كنت فاكره نفسي ان انا لا فعلا. فعلا ده انت الباور بتاعك حتى لو انت قويه وقادره تستحمليه. ما شاء الله عليها، الله اكبر. هيتحسن 300 ضعف لما تشيلي كل الحمل ده من على عظمك. صح.
لازم ده هي 1+1=2، هتلاقي رشاقه، هتلاقي العظم اتحرر، قوتك الحقيقيه بقى مش ان هي تشيل دهونك وتمشي بيها. زي ما تكوني شنطه شايله حاجه على ظهرك او على دراعاتك، ما بتبقيش ماشيه المشيه بتاعتك الطبيعيه. أيوة بالظبط، تبقى المشيه مختلفه. لكن لما بتشيل الحاجات دي كلها بتلاقي نفسك الرشاقه وماشيه فعلا صحيان في وقت مبكر، ما فيش أيوة. ارهاق، البشره ما فيش خمول، ما فيش بهتان، ما فيش فعلا. لما نيجي نقول ان السمنه بوابه امراض بطنه، احنا دراستنا كتاب كده في بطنه كامل، لازم كلمه اوبيستي تلاقيها مكتوبه أيوة. في نص كل مرض مناعه اوبيستي، سكر اوبيستي، عندها فشل في مشكله، اي حاجه تلاقي السمنه السمنه السمنه. واغلبيه الدكاتره بتحط نمره واحد عشان تحل مشكلتك، اي مشكله عظام ايوه صح حملي، يقول لك روحي للدكتور، لازم تخسي الاول. تعالي يا صفا نشوف حالك يا مين معانا. هنا اللي يشوفه يقول عمل تكميم. لا حضرتك عملت تكميم عشبي. حضرتك ما عندكش ولا جرح في جسمك، حضرتك خدت الاعشاب والكورس العالمي بتاعنا 3-4 شهور، وصل من هذه الحاله لهذه الحاله من غير اي عمليات ولا جراحه. كيلو. يعني لو انت ماشي معايا 6 شهور وبمعدل حرقك متوسط نزلت 10 كيلو يا اهلا بيك في عالم الرشاقه. وبياكل يا صفا كل حاجه، يعني ما فيش اي موانع من الاكل. والله حاولت الا اقول لها مثلا اقللي محشي، طب بلاش نعمله مره في الاسبوع، ولا يسمعوا اي كلام ليا كاني بكلم نفسي. ده والله بلخبط يا دكتوره، طب عملتي ايه امبارح؟ ده انا عامله مكرونه وعامله ملوخيه يعني فعلا. هو الاكل ما بيأثرش مع، لان الكورس اصلا بيخلي نسبه المعده اللي الاكل بتاعك بيبقى ربع. هي مش طاقتها فعلا، مش الطاقه الكامله، فكلي بقى اللي انت عايزاه. كل اللي انت عايزاه. ايوه ده بيدي حاجه حلوه قوي قوي قوي. انا لما بيجي لي حد زعلان بقعد ارفع من روحه المعنويه، لان الزعل اصلا موقف لك حرقك. صح. فانت لما تيجي تحرم نفسك من الاكل فانت هتبقى زعلان. صح. فقصة ان انا احطك في خناقة ما بين هرموناتك الداخلية والحزن والكورتيزول اللي بيخش في جسمك والمود السخيف، والبني ادم عينها دي يا صفا، يعني انت تقولي ما تاكليش الاقي نفسي ايوه هاكل وهاكل اضعاف ما انت هتقولي لي. فقصة ان انا احط اضغط اللي قدامي في ان هو ابقى زعلان انه هيقلل اكله او هيغير نوع اكله او هلخبط له يومه، لا انا عايزاك تمسك هذا اللود الرهيب النفساني اللي انا بقول لك كدكتوره ده بيأثر بعاهل كبير جدا اكتر من 60%. أيوة. نفسيتك مهمه جدا معايا، فهتاكل كل اللي انت عايزه، مش هشيل الحلويات من الدايت بتاعك، هتكلم معاك ان الكميه هتختلف، يعني مفيش حرمان في الكورس بتاع دكتور صفا خالص. وهتوصل للعالميه بقى في النزول، هخليك نجم في وسط الناس. انت عملت كده ازاي؟ واهم حاجه عندي بقى البشره والوش والشعر واللياقه البدنيه، ان انت تبقى قوي قادر تشوف شغلك. فالكورس من الالف للياء حمايه عليك داخليا من اعضائك ومن الدهون ومن الضغط والسكر وخارجيا كمان للمجتمع اللي انت فيه، واهتمامك بانك تقدر تخدم نفسك. يعني مش زي الناس يا صفا اللي هم بيجوا يعملوا رجيم فتحس ان البشره تعبانه مجهده بهتانه. لا ده الكورس بيتاخد بالعكس، البشره بتبقى مشدوده. أيوة. وفيها نضاره. والحكمه من كده اللي اتعلمناها من خلال حتى شغلنا انك مسموح لك كل حاجه. منع الاكل ده بيأثر جدا على نقص فيتامينات كتير. صح. مهما كنت بتاخد مكملات مش هتبقى زي ما ربنا خلقها في الاكل. صح. فلازم نمره واحد زي ما انت قلتي المشكله الرئيسيه الشهيه تتقنن، لازم الكميات تقل، المعده تقل في الحجم، لازم الحرق يشتغل اضعاف كبيره عشان يقدر يشيل القديم. يحرق الدهون. ايوه. ونحت بقى اجمل اللي قدامي على قدر الامكان، وما نزلش مستوى الميه جامد، لازم يكون الميه الزياده بس بتتحرك، لازم يكون في حفاظ على الكتله العضليه، كل ده الكورس بيعمله لانه عشبي طبيعي 100%، ورخص وزاره الصحه يعني من اول 13 سنه اللي هو سن الاطفال، سن النمو اللي أيوة. محتاجين جسمهم كويس جدا لحد 75 سنه، كل الشريحه دي بنقدر نسيطر عليها وبننزل. يعني بيبدا من سن البلوغ لغايه سن 75 سنه. ايوه. ولو في اي اعراض مزمنه بيبقى في دكتور بيتابع الحاله. طبعا. يعني بيتابعها من اول يوم في الكورس لغايه ما بيخلصوا الكورس مع بعض. وما فيش تاني حرمان، مدرسه الحرمان بكل نواحيها فعلا فاشله. ان اشيل نوع الدهون بس من الاكل واكل الكيتو مثلا. أيوة. برضو طلع له مشاكل كتير جدا في الاخر. نعمل لو كارب او اقلل الكربوهيدرات، طلع برضو لوسف العضلات بتنقص جامد والجسم بياكل نفسه وتلاقي العضلات اختفت. لازم يبقى في بالانس دايت، هو ده الاساسي. هتاكلي الطبيعي بتاعك باستمتاع بطاقه في نفس الوقت من غير حرمان. بنزل كتير. من غير حرمان دي اهم حاجه. يعني الناس اللي بتبقى عايزه تنزل وزنها يا صفا بيدوروا، يعني اهم حاجه ان هم ياخدوا حاجه طبيعي ومن غير ما الدكتور يقلقهم او يوترهم او لا ما تاكليش ده او امشي على الرياضه او نظام ريجيم معين.
فالكورس ده يعني الميزه الحلوه اللي فيه انا يعني انا اعرف رياضيين كتير وبيلعبوا زومبا ودخان. ايوه ما انا لسه كنت اقول لك الرياضه مش بتنزل قدامنا يعني بلوجرز وشايفينهم بيتحركوا ولو لعبوا بمجهود يعني يعني ان هم مثلا ما يعملوا مضاعف فيحسوا ان هم هينزلوا بالعكس بيجوعوا وبياكلوا اكتر ولو نزلوا بيرجعوا اكتر مكانه بالظبط كده لان الرياضيين لما بييجوا يقعدوا بتلاقي الوزن بتاعهم ملى العضلات بتحول لدهون أيوه. بتنتهي كلها سهولة. بتميلي دهون متراكمه بالظبط فانا مش بقول ان الرياضه مش اساسيه ولكن الاكويشن او التعامل بتاع حجم المعده ونشاط الجهاز الهضمي عشان تنزل الجسم وبعد كده العب رياضه زي ما انت عايزه ما عنديش اي مشكله لكن بالاوزان الثقيله لعب رياضه متعب يعني متعب على الفقرات على العظم طبعا لان بيبقى وزن ثقيل انت بتلعبي بيه رياضه لازم تحرقيه الاول وبعد كده وفعلا الترينر الشاطر ما بياخدش التخين قوي ده ويدخله من النار للجار للدار على طول أيوة. لا بيبتدي معاه جرادولي اثناء ما بيكون ماشي في نظام غذائي لا كده لا اما هيفقد عظمه من كتر ما صح. فعلا بيبقى حمل عليه أيوة. فانا مش طالبه زيرو مجهود تاني وهحقق لك كانك بتحرق تكميم طبيعي 15 كيلو اقل حاجه الكورس أيوة. بتاعنا فيه 5 مرات 2 سنتي كل اسبوع كل جمعه كده لو ثبتت الجمعه الوجبه الرئيسيه عملت محشي أيوة. فيه ورحت خدت الانبوله نص كوبايه ميه انا شلت المحشي نص كمان 2 سم من محيط وسطي حقيقي أيوة. وطول الاسبوع كله وريني هتاكل ازاي مع الكبسوله انا براهن الناس هو وريك خدي ايوه هي بتقلل هي الميزه الحلوه في الكبسوله يا دكتور صفا ان هي بتقلل الشهيه يعني مش في ناس بيبقوا زهقانين بيدخلوا يتمشوا ياكلوا رايحين جايين ياكلوا المهم ايه دماغهم بتبقى على طول شغاله على الاكل فالكبسوله بتاعتكم ميزتها ان هي بتشتغل على الشهيه بتقفلها وبتخلي الشخص ما ياكلش كتير يعني اللي هو بياكل كتير النسبه بتاعته بتقل عايزه اقول لك ان في مشكله كبيره جدا بتبقى مع الناس ان هم مش عارفين الشبع فين ايوه حضرتك بتحط قدامك ده انا هخلصه وبس أوه. واجب يعني انا مش هو يخلص ممكن انا هقوم تقول لي انا عرفت يعني ايه شبع عرفت صح. يعني ايه الحمد لله في ناس عندهم فقد ده بسبب ان الحاجات الشبع الجرلين هرمونز ما بقتش من كتر ما بتتفرز في جسمها مش موجوده اما احط الياف وانا اجبر الجسم ان هو هياخد كميه صغيره ويدي اشارات للمعده ان لا هنشبع دلوقتي الموضوع ده بيخليها حتى بعد ما تيجي تثبت هي خلاص عرفت كلمه شبع خلاص انا فعلا ما بردش تاني انا ما برجعش تاني بنفس القسوه دي صح. بالعكس حضرتك بتقدر تثبت معانا فوق السنه وفي دكاتره معاكوا يا دكتور بعد ما بيخلصوا الكورس بتاع الجسم لو في نحت او تثبيت بيصح بيبقى في كورس تاني غير هو لازم بيكون ورا كل 30 40 كيلو كورس تثبيت المهم بس تكونوا مع الدكاتره ويتابعوا الحاله يعني الدكاتره هم اصلا ما توصوش ما شاء الله عندكم مفيش اعلى من كده بيبقى حتى لو لقيته مشغول او مثلا كلمته 2 بالليل وما ردش فعذرا 2 بالليل مش هيرد بعت له مسج على الواتس صح هيصحى من النوم هتبقى اول عميل قصاده هيروح حل مشكلتك هيروح رادد انا شخصيا لما بلاقي ناس بتتواصل معايا ومش قادره ارد دلوقتي عذرا لان مثلا الوقت متاخر ليها هي قبل ما يكون ليا لابد صباحا انا بروح رد على كل الناس وصدقيني مفيش حد بيتساب غير لما بيوصل للتارجت بتاعه الحمد لله حالات ناجحه 100% ناجحه عاملين قلبان في كل حته الكورسات اصبحت الناس بتعرف اسمها ايه وتيجي تطلبها من بره والنهارده بقى فوق ده كله فوق القوه الجميله دي كلها انا عامله لك خصم اضافي 70% ايوه 70 يا صفا ده كتير ما شاء الله يعني ما بيتعوضش العرض بتاع النهارده ما يتعوضش ايوه قولي لنا بقى يا صفا الكورس كده كبسولات واعشاب ونقط ومعاه البامب السحريه نقول طاقيه لخفه بحبها جدا 2 سم كل اسبوع بتكفيني 5 اسابيع يعني في خلال الشهر اللي انا بشتغل فيه وكمان اسبوع اضافي ومعانا الكريم النحات كريم ليه يا دكتوره ده انت الدنيا دخلت في الشتاء الكريم مهم جدا بتكلميني وشك ما بيتغيرش ليه وبتقولي بتنزلي انا بقول لك كل يوم لازم انام احط كريم لازم اخدت الكورس ما خدتش الكورس انا باخد بالثلاثة اربعة اركنهم وعلى ايديا وعلى دقني من هنا لازم لان الحته دي عندي بتزيد من الطرح من طريقه لبسي ففعلا سحري لو عايزه تشوف الكلام ده عملي تبتدي معايا بالكورس بتاع النهارده وتحدي 4 اسابيع جسم مختلف تماما نشاط رهيب نزول فوق ال 15 كيلو لحد 17 كيلو نحت في القوام الكريم معجزه للدراعات والدبل تشين ولو في تانيات في الظهر ومن اول يوم احطه لحد اخر يوم خلص وعامله حسابي ان انا بحب الكريمات وبزود مع نفسي اطلب عرضين اخد كريمين مشكله ايوه انت هتجربي وانت لا تحكمي بنفسك بالظبط كده مرسي على الفقره الجميله بتاعت صفا اللي بستناها كل اسبوع
ونشوفك الحلقه الجايه باذن الله على خير. شكرا. واستنونا بكره مع الدكتور نيفين ابو شاله الساعه 10:30 مساء مع دكتور نيفين ابو شاله، وتصبحوا على خير.